تحتفل مملكة البحرين في شهر ديسمبر من كل عام بذكرى اليوم الوطني لها، مستذكرة أهم المحطات المضيئة التي أرستها قيادتها وشعبها على مر العصور، والتي كان لميثاق العمل الوطني فيها بصمة بارزة في تشكيل ملامحها الحديثة. مملكة البحرين منذ القدم سطرت أروع صور الانسجام المذهبي والعرقي، حيث إنها كانت وما زالت محضناً يضم ألواناً وأطيافاً من الأديان والمذاهب والثقافات، ولم تعرف هذه الأرض الثمينة وما أنبتته من شعب فريد سوى الحب الصادق والتعايش الراسخ المتجذر في نفوس أبناء هذا الوطن. وما أن جاء هذا الميثاق حتى وأكد على هذه المبادئ النبيلة وعززها، فضلاً عن أنه رسخ العديد من المفاهيم الحضارية، فاستطاع بحق أن يرسم صورة جديدة مشرقة نقش على أوراق شجرتها الوارفة قيماً راقية وأخلاقاً رفيعة وأصيلة. يوم ولادة الميثاق كان يوماً بزغ فيه شعاع التغيير وانبلجت شمس التطوير، وشهدت هذه الأرض الطيبة في عهد حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه العديد من الخطوات الإصلاحية على جميع الأصعدة والمستويات. فقد تناول الميثاق المقومات الأساسية للمجتمع، مؤكدة على القيم البارزة التي تضمن تماسكه وتدفع به إلى الأمام، وتعمل على رقيه انطلاقاً من العقيدة الإسلامية السمحاء لشعب البحرين الأصيل وانتمائه العربي. وقد ضم الميثاق أهداف الحكم وأساسه القائمة على العدل والمساواة، كما سلط الضوء على مبدأ كفالة الحريات الشخصية بين المواطنين، بالإضافة إلى حرية العقيدة، إذ تصون الدولة حرمة دور العبادة وتضمن سلامة إقامة الشعائر الدينية، وترافق هذا المبدأ حرية الصحافة وحرية التعبير. أما على صعيد التنمية والاستثمار، فقد خطت المملكة خطوات متقدمة وفق الرؤية الاقتصادية 2030، وأرست قواعد متينة لمستقبل اقتصادي زاهر، وكذلك على المستوى التعليمي ودخولها في برامج علمية عالمية والولوج في الحقل الإلكتروني والتكنولوجي من أوسع أبوابهما. ولم تقف تلك الرؤى، فقد حصدت البحرين ما غرست في ظل ميثاقها ثمارا يانعة في المجال الرياضي، حتى أصبحت المنام اليوم تعيش في عصر الذهب. إن من أهم ما حققه ذلك التغيير فوز شعب البحرين بعاهل يمتلك رؤية واضحة تنبئ عن ملامح فكر راق ونهضة يشار لها بالبنان.